علي علي امشي باي بلتي، علي علي وحرموني بسمتي، علي علي امشي باي بلتي، علي علي سليم. اي اي جاكس، شنو اليوم؟ شنو هذا يلبس انت كيس كركم؟ سليم، هاي كندورة جديدة مفصلنا ستايل امريكي. عطني واحد ديسكي. شنو ديسكي؟ شراب، شراب عصير. في شركة تانية يريد؟ يا بابا أبغى ديسكي، أنا ما أعرف. ما في. يبنى ديسكي. ما في، أقول ما في. بس دعيدع وصلت؟ لا بارك الله فيك من صبي. شو دعيدع؟ جني يعيش في الخرايب. قل أعوذ برب الفلق. الله يكافينا شرهم. وابوي أنا أقول لك هذا مو ولده، شي بلا راسه تقولين دعلي. أقول سمعتي عبد الله بالخير عسى عمره طويل لما يغني ويقول يا سدرة الشوق اللي مايله من فوق، بس هذه بشيرة شوك. لو سمعتي لا تخلطين على ستايلي. ها مالت عليك وعلى ستايلك. وح بالأول ييتنا مترصص والحين لابس مخصر. اصطلب اصطلب، مات على الريايين اللي انت منها منقود عندنا. وابو شو بلا هذا؟ اصطلب، اقول لك اصطلب. يلا يلا جيب شنطتي. يبا اقول عسى خلص دراسه والله قص على اهلك. انا شبعت من امريكا، تعبت نفسيا. تعب اقول قصانه. زندي اذا انت نجحت، واذا نجحت بوزع على البلاد كلها بارد. اي لا تطور صوتك. هي عطني السحارة خلنا نحطها على راسي. بس يوزمي هدي اعصابك. لا تقولي يوزمي انا. لو سمحتي هدي شوي. تعزمي انت الدراسة هناك نفس دراستنا. هناك كل شيء انجليزي، يشوفون بعض انجليزي، يرمسون انجليزي، يرسون انجليزي، يدرسون انجليزي، يضحكون انجليزي، حتى نكتهم انجليزي. ويوم تسيري المطعم تطلبين بعد انجليزي. أقول أنا سايرة وراي شغل، ولا تخلي الينانوة يسرون على محلي. والله أقول لك سكر الدكان، ما بنبيع، ما نبي زباين اليوم. بطلب مو عايبني شكلك. خلاص سليمو بند الدكان، بند بدفع فلوس. أنت ترى مناشبني يني وقف. مسكة بدفع فلوس. يا أقول اصطلب اصطلب. ما اصطلب انا. اصطلب ايوه. شنو هذا؟ شنو هذا؟ ما في حل. ما في محسن تروح له يحط هالقفه اللي على راسك. حسبي الله على ابليسك. ما ابي اشوفك رجعت وجهك عندك كاني. جيب لي الفقر. يلا. كليم ما كلي فديت انا بنتي بالعافيه عليك. كليم سلوم سلوم تعال بطل الباب. جيتي ما تبطلينها. كلي يا ساكل عيالي تعال بطل الباب. الله يبي خبلونك هين. كلي فديت انا بنتي. كلي بالعافيه عليك. كلي بمي. رشود الحمد لله على سلامة. رشود هاي. رشود هاي. شو حالك انت عمي؟ انا الحمد لله بخير. طمني خبرني عنك، شو اخبارك؟ شو اخبار دراستك؟ اوكي. شو اوكي؟ 4 سنوات انت تدرس، شو الاوكي؟ خلصت ولا بعدك؟ حبيبي. ايه يا حبيبي، الدراسه هناك غير عن دراستكم. الدراسه هناك انجليزي وشي صعب، يعني حمد مع قلم، قلم مع حمد، ورقه في فاطمه. يا حبيبي هالكلام مو بهناك، هناك انجليزي صعب. اندوك ها ابراهيم وتسالم صار شراتك امريكا، درس وخلص ورد، وانت بعدك وهو ساير عقبك. اي والله بنت عمي لا تخلي، يعني ايش درات انت بعد ما السالفه؟ ايش درات والسوالف يا بنت عمي؟ انت ما تعرفين الدراسه هناك مو كلها واحد. في دراسه بو سنه وسنتين، في بشهر وشهرين. انا ما اخذ قنبو 4 سنين 6 سنين 10 سنين، ما اخذ الصعب. انا الصعب زين. شي ما درست شرات ابراهيم سالم وفكيت عمرك؟ انا لو درست مثل ابراهيم اسبوع. ها؟ ون ويك حويكم انا يالس شاهد عندي. بس ما شاء الله عليك يا رشود، عسى بشي نحن نفتخر بك. ما شاء الله عليك يا رشود. إيه. اقول لك خذيت قهوه. ما بات كوفي. شو ما بات كوفي؟ يعني اي دونت نيد كوفي. ما لا اريد قهوه. لا اريد قهوه. انا ابغيك في موضوع تم اصابه كرتها ودار اكسامان. رشود الله. تعال لا اله الا الله. تعال مين؟ انت بلاكم وهق عمرك زخه من هنا. انتهى الموضوع. اي والله تعال. اقول لك ليش ما تخليني نسي عمتي بنسولف اياها مسكينه؟ سوالف عمتك اولد. انا ما احب سوالف الاولد. سريبه هوش
جت something disgusting. مسكين سوالف على قده. I can't take like that. I can't. اصبر. أنا جايب لك شيء جهنمي. شيء بلي هدية؟ جايب لك أهدى هدية. تعال. نسيت ثيابي أنا. المشكلة. هذا يغني عن الثياب. شو أبوك؟ أبوك. 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 هذا أبوك يا من؟ هذا فيلم. فيلم أكشن. جايبنا من امريكا حتى الامريكان ما شافوه. زوج حق جايبنا؟ جايبنا عشان تحطني حرز وتمشى في الفريج. جايبنا عشان نشوفها. زي ما عندنا تلفزيون وين بتشوفها؟ اوه ماي جود يور فاذر هي ديدنت بريك تي في. زين نقدر نشوفها في الراديو؟ راديو ان يور فيس. اسمع اسمع انا ما اتحمل الحر وشعري يذوب الحر. انا انسان رقيق. أنا متعود على أمريكا على سنو على ثلج. ما أقدر. زي اصبر الريال الحين شوي بيوصل. الريال هذا متى بيوصل؟ متى بيوصل الحين؟ أنت تصدق إن في الفريج كله ما حد عنده فيديو غير هذا عبود الردي؟ يعني هذا واحد زقرت؟ إيه. واحد مهم. ومهم جدا بعد. هلا هلا عبود هلا عبود. هذا رشود ولد عم أبوي. هذا هو ربيعي عبود الردي يسمونه. هذا اسمه ما يشجع. لا ما وين الفيديو عبود؟ الفيديو ما قدر تهيبه لأن يدي راقد في الصالة. جيبوه. ما قلنا لك شغلة. بطل الوايرات بطل الفيديو هاته. ترى خفت أشيل الوايرات ويطلع صوت ويقوم يدي ويضربني. لا 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 صدقة صدقة صدقة. يد ريال عود عمره 80 سنة حرام يزعجه. خلي بعدين من ينش بيجيب الفيديو. فرضا يدي مات في الصالة. لا ما بزي لا تفاول على الريال. ثلاثة أيام عزاء. وعقب بيقول ثلاثة أيام حزن. ثلاثة أيام يا اسمع اسمع يا تسير بيتكم وتجيب الفيديو يا بريلي أسير بيتكم وأدق على يدك وأقول لك قم تعال شوف الفيديو ويانا ويب بدالك. يلا أنا بزير أجيب الفيديو. إيه بارك الله فيك. إيه ريال إن شاء الله. أنا أقول لك قلت لك هذا فيديو هذا مولد. ايه ها 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 شو فيك؟ وين هذا وين؟ اذا بيوصل تبلاك ما تشرع على الريال. اصبر شوي بيوصل. صدق شرع علي انا لو مدور واحد ثاني وايد احسن. اكو ها وصل 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 زين وصل. اهدى شوي انت. وين الفيديو؟ هذو خاشنا هني. ليش خاشنا؟ ترى خفت يدي يشوفني شليته من البيت وطلعت بسرعه. يدك ها؟ وحين انت يلسوا يدك اللي بيموت عقب ثلاثة ايام ونحن بنقعدنا في الحر هذا. يلا ما عليه اهم شيء انه وصل الفيديو. يلا يلا نسير البيت يلا. وين؟ ابوي 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 ابوك زي عادي شو المشكله ابوي وقف ما شاء الله رشيد وياك. انا عارف ايش حق هايت ياك ترى شو تسوي انت يا زياره ما شاء الله يا زياره. انا ممكن كم مره قايل لك هالكشه هذه بتربي فيها فيارين ايش حق ما شله ما اقدر اشله. انا مصور في الجواز كذي تبغيني اشله وباكر يقولون انت حال شخصيه. لا 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 يلا 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 على هياته طوف قدام البيت يلا. ما تجدني وانا وراك. وانت هايت وياهم يروك يرك رشود زين شو ها ادري بك انا متين بس شو صارت شو ماكل؟ ايه ما متغدي زياده ماكل بصل ماكل عيش ولحم جرجير وايد اشياء اليوم وايد ماكلين. ايه صح جدب عمي يلا طوفوا طوفوا اشوف جدب جدب حي بس يا ابوك بطير بطير هذا انت شو هذا طب 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 سكت سكت خلاص هدف اهدوا اهدوا انا بس داخل بتشوف ابوي من يدخل حجرته ببطل لكم باب على طول حجرتي ها يوم بلش حجرتك بنشوف الفيديو على كرشة الطيب هذا وين بنشوف الفيلم ونسيت عبود جيب التلفزيون الله يخليك تلفزيون بعد هذا فيديو ثلاث ساعات تلفزيون عزاد خذينا ثلاث ايام لا 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 يصير خلي 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 لا ما اقدر اجيب التلفزيون ها ما اقدر اجيب خلاص لا يكون هالمره يدتك في الصاله لا يدي قاعد يطالع الرسوم والله الدلع مو براكب على اهل اهدى يا شو الحل شو الحل الحل ان نتريا يد اللي ما يخلص الرسوم ماله ونجيب التلفزيون شو رايك يا لا بيبي يا بل اي يد هاي يد ما يخلص بيشوف بابا ياسين وعقب بيشوف علي بابا وعقب بيشوف سندباد وعقب بيشوف الاخبار وعقب بيشوف سيارة عجيبه ما بيخلص يدي يعني انت ما تعرف الياهال لازم يشوفون العصره الرسوم يا الله أنا بتيني أزيد ما عليه ما تعرفون حد منه فريج اللي وراكم فريج اللي قدامكم حد عندي يعني هذا تبزون أخبركم
ايش رايكم نروح عند ولد خالتي خليل؟ عنده تلفزيون وفيديو وبعدين هو بروحه بغرفه. وحب غربة يا سويتي يا الهني يا البيوتي شحقه ما تقول من الصبح قم 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 وين سير وين قم 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 وين خليل في راس الخيمة ما بهنا خليل وين في راس الخيمة لا لا رشود اهدى رشود وديني لراس الخيمة عشان اهدى رشود اهدى يو ار يو ار ستوبيد اهدى يو ار ايديوت اهدى يو ار ما تفهم اهدى صرخ علي بصرخ علي يعني الحين والحل ما نشوف الفيديو بسوي جمباز عويك كم اشوفه بشوفه يعني بشوفه بشوفه غصب طيب بشوف الفيديو لا تضحك منفش مالك طاح هاي 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 أقولكم إيش رأيكم نروح عند عدول السمن يقولوا عندهم 21 تلفزيون وكل غرفة فيها تلفزيون يا ريال تتصدق عدول السمن عدول السمن وين يا ريال عندهم 21 تلفزيون هذا بيتهم غرفتين وصالة وين حاطنا يعني شوف أرد الفيديو أقولك أنت طب 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 وصك حالك بلا أرد أنت طب تبغى تنجلع أكو دربوي الفيديو خلي مكانه صدق بعد ما عندنا حل ثاني شو نسوي ها ما عندنا حل ثاني شو نسوي أنا عندي حل. هاي أنت كلام إنجليزي ما يفهم كراش هذا ما في دكزي ما في عصير شركة تاني في قرقرج هذا ما في. سليم سليم ما أبغى أنا لا كراش ولا دكسي أنا أباك بموضوع ثاني يعني. هاي أنا شريف آدمي ها سيدة آدمي شنو يربي؟ وأنا بعد كلام سيدة أباك أنا مساعة سمعت وديمة تقول أنها بتصير ساعة. أوكي. وبتأخر على البيت. أوكي هذا كفيل مالنا يروح أنت شو يدخل أنت شو خصك أنت؟ يا سليم يا أبوي وايد قرقر اسمع 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 لا تسوي وايد قرقر الله يهداك يعني أنا أنا يعينك بقول يعني يريد فيديو ها تلفزيون واحد ساعة وبيرجع. تلفزيون مال وديمة يريد انت واحد ساعة لا 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 مال وديمة ما يخصله ترى وديمة عندها شوزن في غرفتها يا ريال تسكت ايه اسكت انطب بلا ينون خلونا شوي نتكلم سليم سليم باي سليم باي ايه باي سليم هم فرين ايه حمدي تا سليم ايه سليم أنا هذا فلوس ما يقدر يمسك ما يقدر يشوف مول ما يقدر سليم أنا ما يقدر يمسك رشوة بس هذا فلوس صغير أنا يعني فلوس صغير ما في فايدة سليم يا خيبة هاي الحلاوة ناسنا من أيام حق الليلة أنت اثنين نفر ما يستهي يمشي مع هذا المتين بابا ليش تضحك ليش تضحك رشود رشود طلع الشريط خلنا نشوف الفيلم صبر انت شوي بس بتاكد الجو اوكي ولا لا يلا بسرعه ترى اهلي يخافون علي وما يبون اتاخر ودهل اهلك يخافون عليك انت تخوف اليهال انت مفروض الناس انت اهلك مفروض يخافون منك على الناس انت ما اعرف شو اقول فيك انت مفروض اسوي قصيده عرف انت لا تصرخ علي ولا بجل الفيديو وبروح جلك طاف شل انت تكترل انت هاي ترلا قاطرات تدعمك ان شاء الله لا تدد خلاص انت وياه خلاص كلنا خلاص كل نشوف الفيلم ما حد يخصف الثاني سليم شو استوى من هذا الغبي يجيب هذا الفيديو انا بس والله انت امك فرحانه واجد انت غبي انت ثور انت ما يفهم داخله ممنوع اقتراب والتصوير ولا انت شنو يا لا تجيب لي جلطه ليش تصرخ علي سليم شو سوى الريال ليش منازعنه هذا همبرجر كبير تعرف شنو يسوي يجيب فيديو ما يجيب واير هذا ممثل كيف يركب داخل التلفزيون لازم يريد شارع 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 اه
هذا الجلسه مال انت اليوم انا اسمع حط داخلك مكان ومسوي كلام هذا يسمع بالله. جيب كيبل. انت سريع رحله اربع ساعات على سبواير. خف صوتك خف صوتك ابوي انس برا ما يدري انكم داخل. هاي جايز خلاص انا اسوي كل شيء ترتيب تمام. جيب شريط. طلع 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 شريط طلع شريط عشان رب تلفزيون وديمه حقها. ليش تضحك ليش تضحك غبي. جيب شريط. يلا طلع شريط طلع شريط. الله جلدي جلدي خليني اشوف فيلم. رشود رشود هذا شنو؟ طلع الشريط. شنو في؟ غير المطلع. شنو في؟ علق علق. شو اللي علق؟ الشريط. ليش ضحك؟ وبعدين انت ليش ما مفصل مخبى كبير؟ كيفي كيفي انت كان دورتي انت؟ انت كان دورتي؟ كيفي يا اخي ما ابغى افصل شراب بعض الناس ما الحق الليله. بابا راشد انت اول اللي يحط شريط وبعدين يفصل كندوره شنو؟ سليم ناقصنك انا شتب؟ بنشوف الحين كيف بيطلع الشريط. روحك يا رب سكتوا ولا اكسر شريط على راسي؟ انت طلع الشريط بعدين سوي اللي تبغى تسوي. انا اسوي مساعده. سوي مساعده سوي مساعده. سوي مساعده. اساعدكم؟ لا ما انا بسوي مساعده. اساعدكم شباب؟ لا لا. بابا ما في تايم شنو ترتيب؟ انا اقول انطر الكندوره. طر الله بطنك ان شاء الله. سليم حسبي الله عليك خاصرتي. ما تكسري ايديا. سليم سليم شوف سليم ما سليم 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 صوتكم صوتكم سليم 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 بسم الله على ابليس سلموه سكر الدكان وسار واختفى شوي شوي على الاغراض ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله طالع يلا يلا بستة حط 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 الاغراض ايش طاحت كبدي وبيه يلا 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 ملقوفه الا اصير وياك الا اصير وياك هذا انت صرتي وياي بدون ما تسمعين شرطي وهذه اخرتها شو اسوي حرام عليك شقيتيني شالها كلها على راسي والله اني عيشت حرام عليك فكي النعاد انا اللي قلت لك تعالي وياي ترى انا ايش دراني شو وابوي بسم الله شو انسرقت انسرقت يا حصوه انسرقت والله العظيم والله العظيم كل سوا انا في الكرتون والله العظيم اني ما شليت شيء انا ما اتكلم على الاغراض ولا على الكرتون انسرقت تلفزيون انسرق وانت منو بيا سرقت بنت الشوزن انت راعيه الشوزن ذهبي حصوه ذهبي سرق والله العظيم وبنا والله ما ادري اقول خليك واقفه مكانك ان شاء الله انت اول المشتبه فيهم واقفي ذهبي ذهبي وينه وابوي يلا عاد رشود بسك عاد اللي كان دوره وانطرت الحين بتشوف الفيلم بتنسى اي تكسو تكسو ايش علي هالفيلم اي هب اموت اوه كنا للفيديو كل الشريط انت تجيب فيديو خربان سيم سيم انت خربان مخ ما في هذا شنو هذا ياكل شريط كيف يعني فيديو ياكل شريط وقف الفيديو يا طمه وقف الفيديو اوه هو مو بخربان بس احيانا ياكل الشريط شكاي يعني حد يفهمني كيف يعني ياكل الشريط يعني الفيديو والجهاز هذا احيانا يعلق يعلق الشريط فيه يعلق يعني اخترب الفيديو لا 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 ما اخترب الحين بس نطلع الشريط ونرد نعدله مره ثانيه عشو تريا يلا سوا زين ما اعرف له اخوي جمال يعرف يصلحه شو تعرف الدعمه يو ار كاو تعرف يعني كاو يعني بقره انت بقره انت ما تفهم انت ابله انت ما تعرف ايش يبيلك في الدنيا انت تحسب يبيلك في الدنيا بس كذي انت زياده عدد في الدنيا بس تاكل تشرب قاتل الناس انت بابا خلاص وي وي انا اسوي ترتيب مجموعه انسان جيب سكروب انا اسوي تصليح جيب هذا سوي تلفزيون صحيح هذا الفيديو جيب سكروب انا اسوي هذا بسم الله وديمو جايبت لي الشرطة يا الساحرة ومشتكي علي؟ لو سمحتي عمتك وديمة لا تقولين لي الساحرة سمعت الخلط؟ هذا أبيك توثقه هي اللي سرقت تلفزيوني أخذها وعقها إن شاء الله في السجن خلها تخيس ليه ما تطلع لسراوة من يمها أنت اللي تخيسين وعسى الدود ياكلت وانت يا حصو دايري وياها؟
انا 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 والله انا كنت طايفه في السكه كان يقولوا لي تعالي توقف ما ادري ايش صار. انا بتشهد ضدك. هي سجل سجل يا عم الشرطي. ايه هي اللصه واللي سرقتني تقول علي حراميه؟ حسبي الله. يا جماعه يا جماعه اهدوا شوي. احنا ايه هي الحراميه بنت الخن الزفره؟ يا الزفره انا الزفره انا اوريك. يا جماعة اهدوا شوي، احنا جايين نسأل ما جايين نتهم حد. شو السالفة؟ شو السالفة؟ شرطة وحشرة، ايش عندكم يا حلوم؟ خير يا حضرة الشرطة، ايش مستوي؟ يا ريتكم مديما سرق تلفزيونها. اللي وفي نفس الوقت اختفى سليم، واحنا جايين نسألكم، متى آخر مرة شفتوا العامل مالها سليم؟ ما في الموضوع شيء. ها، لا تبقى الصدق سليمو ينشك فيه، ينشك فيه، ما بسأل سليمو. بعد يسرق مديما. والله تبى صدق حضرة الشرطي أنا ما شفته اليوم طول اليوم ما شفته، لكن كان ولدي سلوم شايف إنه الحين بسأله بخبركم وين بسير يا سليمون. سالم سويلم وينك أبوي؟ سلم يا المسود يا المسود يا سلوم سلوم يا معلم يا اللي ما تستعين يا اللي ما تستعين وانت يا رسول رسول يا مسود شو مستوي شو فيك يلا هذا التعليم مال الانجليز وابوي سليمو رسول ولاكم اتجوز عشو وانت يا المسكين تعال اللي ما استعين يا ويهك تعال اكبرهم انا ابوك واحد الزين تعال حضرة أبوك آدم شلهم آدم شلهم هم وفيديوهم وتلفزيونهم وسليمهم مالهم شلهم أنا اللي علي سويته هذا اللي ما رمت عليه مسود الوحيد سحبت لك ويبته اللي علي سويته والباجي عليك خذهم وبرخهم براخ واسجنهم عشان يتقدمون